فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التركية، والآن أيضا حديث عن تطبيع العلاقة مع أرمينيا. هذا الانفتاح التركي بعد وصول بايدن إلى سدة الحكم، كل دول المنطقة تعيد حساباتها وتريد أن ترتب أوراقها في السياسة الخارجية من جديد، وخاصة بعد. هل هو تقارب أرميني تركي ضد روسيا؟ لا يوجد في السياسة التركية بهذا الشكل، وإنما هي مصالح مشتركة، مصالح لتركيا ومصالح لأرمينيا، لأن السياسة التركية قائمة على إكسب إكسب. فإذا هي خضعت أرمينيا أستاذ غزوان لتركيا بعد تحرير إقليم قرباخ؟ نعيد السؤال لو سمحت. هل خضعت أرمينيا لتركيا بعد الانتصار في إقليم قرباخ؟ لا نقول خضعت، يعني السياسة الدولية لا يمكن أن تقول بهذه الحدية، هناك علاقات مشتركة وهناك مصالح مشتركة، يجلس على الطاولة ويتحدث. شكرا. تركيا ستتنازل عن بعض النقاط، وأيضا أرمينيا ستتنازل عن بعض النقاط، ولكن لا شك أن القوى العسكرية التي حققتها أذربيجان بالتعاون مع تركيا قلب الموازين، ليس فقط في أرمينيا وفي روسيا، بل في دول العالم كلها تنظر الآن إلى تركيا كقوة ممكن الاعتماد عليها في تغيير الموازين. 30 سنة من السياسة ما استطاعت أذربيجان تحرير أراضيها، ولكن مع التدخل العسكري والتعاون التركي الذي قدم كل شيء لأذربيجان استطاعت أن تحرر أراضيها من الاحتلال الأرمني. شكرا جزيلا لك أستاذ غزوان المصري، المحلل السياسي والخبير الاقتصادي.